أما انتقلنا لفقرتنا الأخيرة ورح تكون طبية تجميلية. كنا بنعرف سلمى قديه تطور العلم وتطور التقنيات بتساعد بإظهار شكل جميل للأسنان، بحيث أنه تكون هي التقنية جدا ممتازة وبتساعد بالحصول على شكل جميل وشغل نظيف ولون وشكل مناسب للوجه. هي التقنيات صارت كتير حديثة وصارت كتير الناس تلجأ لها. رح نعرف كمان شو هي الفرق بينها وبين التقنيات الأخرى، وكيف اليوم ممكن سلمى بيقدر المريض حتى يميز بين الفينير والإيماكس. أكيد عفاف، ودائما بيكون السؤال بشكل عام أنه هو شو هي التقنية المناسبة لإلي، وهل أنا اتخذت الإجراء المناسب أم أني رح أندم بعد فترة مقابل أني أنا حصلت على ابتسامة جميلة لوقت قصير، أم أنا قدرت أحصل على عناية صحية وطبية جيدة بالأسنان. هذا السؤال اللي هلأ دائما الكل بيسأله مع انتشار أساليب متعددة لتجميل الأسنان وتغيير الشكل الخارجي. لليوم رح نعرف الخطوات الصحيحة وطبعا الشكل المناسب لكل إنسان، وكيف بيقدر يختار ويعرف شو هي التقنية اللي بتناسبه. وكل المعلومات رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور عبد الرحمن زنيقة، اختصاصي بتجميل الأسنان. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح النور، يعطيك العافيه. خلينا بالبدايه، يعني عيوب الاسنان كثير كبيره ومشاكل كثير ممكن يعاني منها الشخص، فورا بيروح بيلجا للفينير او الايماكس او للتجميل. خلينا نحكي عن عيوب الاسنان بشكل عام. هلا اول شيء يسعد صباحكم وشكرا على الاستضافه. هلا نحن لما نحكي، انت ذكرتي مفاهيم كثيره، فنحن بنفصلها واحده واحده. اول شيء شو يعني تجميل اسنان؟ يعني نحن بنحكي أو شو يعني الابتسامة، عرفتي كيف؟ فالتجميل الأسنان هو علم منقصد فيه أو المقصود فيه أنه أنت كمراجع للعيادة كمريض تحصل على ابتسامة، أنت تكون يعني تكون راضي عنها جميلة، مانك لما بتضحك وتبتسم حاسس بالثقة، مانك حاسس انه انت يعني في عيوب او انه بدك تضب اسنانك، عرفت كيف؟ يعني ابتسام، انا ما بدي اقول مثالي، عرفت كيف؟ اليوم مو كل شيء مثالي هو شيء جميل، عرفت كيف؟ المناسب اكثر، المناسب اكثر. هلا كموضوع تجميلي بيحضر المريض، يعني بتحضر الانسان للعياده، هو مو عارفان، يعني مو عارفان شو بده يعمل. بيقول لك انا بدي شفت الصوره عندك بديها، او بدي ابتسامته، او دكتور انا شو بناسبني، عرفتي كيف؟ فاليوم الميديا او السوشيال ميديا بشكل عام، يعني انتشار، بس انتشار السوشيال ميديا الفتره الاخيره هو اللي خلى طب الاسنان التجميلي انه يشيع بشكل رهيب جدا. يعني قبل عصر الميديا ما كان فيها يعني ما كان فيها اهتمام جدا. يعني اذا بنلاحظ نحن، اذا بنرجع، معلش انا بدي شوي بحب احكي حكي عام، ما بحب الحكي العلمي الجامد. اذا بنرجع لهوليوود، فهن من بدايه الالفينات عم يعملوا هالابتسامه، بس ما كانت منشوره لعنا. اذا بنلاحظ الاجزاء الاولى من باب الحاره، اول ثاني ثالث، واكثر جزء هو منشور الثاني، اذا بتلاحظي ولا ممثله عامله ابتسامه. جميعهم اسنانهم صفراء وعاديه، ويعني ما كان هالموضوع منشور. هذا نحن اذا بنرجع بال 2010 ورا، أو قبل شي 10 سنين أو قبل 8 سنين. فاليوم مع السوشيال ميديا، الانتشار الرهيب، التطور الرهيب اللي عم يصير، فاليوم صارت هالابتسامة البيضة أو الابتسامة الحلوة المرتبة، الصف المرتبة، ما شاء الله أنتم ابتسامتكم منورة ما شاء الله، فصارت هي حلم لكل صبية وشاب. يعني ما كان إنه، يعني ما هي حكر على حدا، عرفتي كيف؟ أكيد. طيب خلينا نحكي أكثر عن، ندخل شوي بالتفصيل. اليوم كثير من العيوب اللي ممكن تكون موجودة بالأسنان ويكون علاجها تجميلي. بنعرف صرنا صار في فينير، في إيماكس، في كثير خلينا نقول أساليب للعناية بالأسنان. شو أفضل شيء بتلاقي، ومين، كيف أنا لازم أختار شو بيناسبني؟ طيب هلأ ما في شيء أفضل شيء، يعني اللي أفضل إليك غير الأفضل هون للصبية، غير الأفضل للأسنان تماما، عرفتي كيف؟ فنحن لما بدنا نختار تقنية التجميل، نختار تقنية التجميل الصح مو الأحسن، يعني التقنية الصح إلك والمناسبة إلك غير المناسبة لغيرك، عرفتي كيف؟ هلا أنت قلتي فينير وإيماكس، هن صراحة واحد اسمه الفينير إيماكس، عرفتي كيف؟ أو الفينير كومبوزيت. فنحن لما
بتحضر المريض، ندرس الحالة، بنعمل دراسة للحالة، بنعمل استشارة. هلا أول جلسة بتكون تقريبا، هلا أول ما يحضر المريض للعيادة بقصد التجميل، استشارة نص ساعة على ساعة حكي ودردشة وفحص، وما بنشتغل للجلسة الثانية، عرفتي كيف؟ فيعني تقنيات التجميل باختصار، ما راح أنا كتير طول عشان الوقت. أول شيء وأبسط شيء موضوع طبيب بالليزر. طبيب الليزر سواء اللي بيتم بالعيادة أو اللي بيتم بالمنزل، نحن بيعمل القوالب عند الطبيب وبتاخدي المواد من عند الطبيب وبتعملي. هلا الطبيب بالليزر يعني إذا الأسنان سليمة، مو يعني ما فيك أنت تيجي تقولي لي والله سني منخور بيض ليها، أسنان سليمة، صفة حلوة مرتبة، أسنان يعني ما فيها التهدم، ما فيها كتير حشوات، ما فيها كتير تلبيسات، بتخضع لإجراء الطبيب الليزري لمدة ساعة بالعيادة، وبيحصل المريض على نتيجة فينا نقول حلوة، فينا نقول مقبولة، عرفتي كيف؟ يعني هي بتعتبر يعني كتجربة أولى. يعني أكيد أنتوا قبل ما تعملوا تجميل مرقتوا بمرحلة التبييض، بيجربوا. في ناس بتقولك لا أنا بجرب التبييض، ونحن يعني تقريبا 95% من الناس بينفع لها تبييض، يعني قسم بسيط جدا جدا اللي التبييض ما بينفع معه، هذا اللي عنده تصبغات داخلية بالسن أو تصبغات تتراسيكلينية أو أسنان مفلورة أو أسنان وتلبيس أو حشوات، هي ما بينفع لها تبييض، عرفتي كيف؟ كتير ناس بتسأل يعني سؤال شائع جدا بيجيني على الاتصال او على المسنجر، دكتور شو التبييض بيأذي؟ يعني الكلمه نفسها دكتور التبييض بيدوب الاسنان، بيدوب الاسنان. هلا خليني احكي لك كلمه حلوه، التبييض هو عباره عن ماده متعادله، يعني لا حمض ولا اساس او قاعده، هي ماده متعادله، عباره تركيبه عن اتش 2 او 2، لما تنطبق على الاسنان وتتعرض للضوء فهي بتتفكك ل H2O اللي هي المي والO الأكسجين، هذا بيعبر مسام الأسنان، بفوت بيشيلها التصبغات الموجودة، بيخدع لها التصبغات، ماشي، وبيرجع. خليني أحكي كمان هيك معلومة ما كتير ناس بتدركها، التبييض ما بيعطيكي لون جديد للأسنان حكما، يعني لا تخيل انك تكسبي لون جديد او شيء افتح، هو بيحافظ شوي على مو بيحافظ، هو بيشيل التصبغات الموجوده عندك وبيرجع لك اللون لما كان عليه سابقا. عرفتي كيف؟ يعني الروتين الطويل من الحياه، يعني انت يوميا عندك 15 ساعه روتين مينيمال، قديش بدك تفرشي؟ مره الصبح ومره المساء. ف مع الروتين اليومي بتتصبغ الاسنان، فوظيفه هالماده انه ترجع لك الاسنان إلى ما كانت عليه، ما بتكسبك لون جديد. عرفت كيف؟ فهذا التبييض بمفهومه البسيط، تمام؟ هلأ نيجي الخيارات، هلأ كتير حالات التبييض ما بينفع، أو أنت جربتي التبييض ضل معك 6 شهور 8 شهور وبعدين راح، فأنت لقيت الموضوع أنه حيشكل عبء عليك. صحيح، يعني نادرا هلا ما تسمع حدا عم يعمل تبييض بوجود تقنيات الفينير الايمات الزيركون. انت عم تحكي هلا عم تقول 95% بيلجأوا للتبييض الليزري، مو بيلجأوا، بينفع لهم يصير لهم تبييض ليزري. طيب هلا في 5% ممنوع يصير لهم تبييض ليزري، مثل تحت 18 سنه اللي عندهم تصبغات داخليه، هذول ما بينفع معهم التبييض. تحت 18 حسبب له حساسيه، ممكن احتقان بالاعصاب، عرفتي كيف؟ انا هي بس حبيت اوضح لنا. الناس بتخاف اوقات بتقول لك انا بدي اعمل هلا تبييض، بعد فتره بدي ارجع اعمل نفس التبييض، بعد فتره بدي ارجع اعمل نفس التبييض، وممكن هون بهي الحاله تزيد عندهم التصبغات ففورا بيلجأوا للتجميل. شو هي الحالات يلي بتستدعي التجميل؟ هلا الحالات هلا اللي بتستدعي التجميل، اول شيء كثير ناس بتقلي اذا اسنان سليمه ومعافه وما فيها شيء، انه ليش بنعمل لها تجميل؟ هلا ما التجميل بينبنى على شيء صحي. انا ما فيني اليوم عدم مؤاخذه سنك منخور وتعبان يجي تقلي لي بيض لي او حط لي عليه عدسه. اذا ما كان السن صحي، اذا ما كان السن سليم، يعني ما فيني انا احط عليه تقنيات التجميل الحديثه جدا. انا ما بقصد الفول كراون اللي هي التلبيس، هي ما تعتبر من التقنيات الحديثه. انا التقنيات الحديثه هي الفينيرز، الفيسينج، ماشي. ففي موضوع شائع كمان انا هيك حابب اتطرق له هلا، هو الفيسينج، ما كثير يعني بمجتمعنا او هون منشور او ما حدا عنده كثير، ناس عندها يا تلبيس يا تبييض
يا اما فينيرز هذا الايماكس العدسات اللي بتروح للمختبر بلصقها. في شيء اسمه الفيسينج. الفيسينج هو عباره عن مواد ممتازه جدا على مستوى عالمي بنطبقها نحن. الاسنان بتكون يعني في شروط خاصه، في استطبابات معينه، السن ما كثير تعبان، ما كثير مهدم، الصفه مزبوطه، ما كثير يعني ممكن تراكب بسيط، شيء بسيط، ما كثير لسان تعبانه، فنحن بنعمل لها في شيء اسمه قشور الكومبوزيت او بسموها بالدول العربيه الفيسينج. ماشي، هاي خلال جلسه واحده ساعتين ثلاثه او على جلستين بتم تطبيق المواد، تشكيلها من قبل الطبيب، وبنعطي انهاء وتلميع مزبوط، فبتاخذي شكل بيطلع عنه كثير راضي عنه، كثير بجنن. السعر تقريبا بالمقارنه مع الفينيرز هو الثلث، وانت اختصرتي وقت واختصرتي تعب واختصرتي جهد. هذا انا بعتبره هو الحل بمتناول الجميع. يعني هلا في حلول، التبييض هو اكيد متناول الجميع، بس يعني انا برايي الشخصي التبييض هو ميك اب طب الاسنان. عندك مناسبه، عندك حفله، عندك تخرج، عندك قصه حابه يعني تفوتي شوي يعني اولى تجربه اولى بعالم تجميل، مانك يعني متخوفه انت اعمل ما اعمل، خليني اجرب التبييض. التبييض اوكي، بس انا الحل رقم اثنين انا بعتبره هلا هو الفيسينج. هو الحل الوحيد اللي بالفينيرز او بالكرام اللي ما بيحتاج برد ابدا. ما بيحتاج يعني انا ما في حاله سحب عصب؟ لا اطلاقا. هلا نحن عم نحكي تقنيات حديثه، ما نحن ما عم نحكي قبل. هلا قبل 7 سنين او قبل 8 سنين كان لما انا بدي جمل سن حصرا بدي لبسه تلبيس كامل فول كراون. يعني اذا سن راكب، سن تعبان، سن كذا، فنحن شو بنلجأ لشيء اسمه التركيبات، ما اسمه القشور، حصرا بدك تبرد السن وتفوتي بمشاكل العصب. اما هلا لا، يعني بفضل الله تطور ضخم جدا، المواد الالصاق اليوم اغلب التقنيات الجديده تعتمد على الالصاق، ما بتعتمد على التحضير، يعني بتعتمد على اما بس تخشين او تحضير بسيط. يعني ما لا يقارن ضروري ينسحب العصب لا يقارن بالبرد هذاك المجزره هي بالتلبيس. يعني نحكي لما نبرد البرد والخوف منه هذا موجود بالتلبيس مو موجود بالقشور. القشور راس مالها اقصى شيء يا اما تخشين للسن، اذا انت عندك سنان صغيره صفتها حلوه مضبوبه لجوا ممكن انا هلا تخشين. هلا ليك خليني هيك احكي موضوع معلش، المشكله عم يتم تداوله تجاريا. هلا اخلاقيا ومهنيا انت بدك تشرحي لمريضك ومراجعك جميع كل الخطوات. يعني مثل ما انا عم بشرح لك ايجابيات الفينير، انا بدي احطك بالتاثيرات الجانبيه، بدي احطك بالسلبيات، بدي احطك بهي القصص. عرفتي كيف؟ ما في اني الصق اي شيء كان يكون على السن بدون اجراء مسبق. يعني انا السن مثل ما هو لزق عليه فينير هذا الشيء غير مقبول، والعمر كثير قصير رح تفشل ورح تفلت، لانه سطح السن المينا اول شيء هي معرجه، يعني ما انا على صف واحد انا هيك الزق عليه، فلما تلزق فحيكون في مناطق على تماس ومناطق لا، غير هيك سطح المينا متكلس. عرفتي كيف؟ ما كثير بيستجيب ل حتى انا لو حطيت ماده مخرشه ما كثير حتستجيب، فانا اذا ما دخلت بالاداه الميكانيكيه هي القبضه وعملت هيك تخشينه ماشي؟ هون بصير الارتباط ممتاز. اثنين بموضوع بنرجع لموضوع الفيسنج اللي كنا عم نحكي عنه، فهو يعني خلال ساعتين ثلاثه او اذا كان نفس المريض مو طويل، هلا في ناس ما بتتحمل كثير تقعد صحيح. او على يومين ورا بعض او بس جلسة. هو صح دكتور اليوم انه نحن اذا عم نعالج ومضطرين نسحب عصب انه نحن نشتغل مثلا بعدد كبير من الاسنان، يعني هذا الشيء صح ولا غلط؟ اذا مضطرين نعالج، هلا انت عم تقولي مضطرين نعالج ونسحب عصب. هلا المعالجه شيء والتجميل شيء. هلا المعالجه قد تسبق التجميل. هلا السن انا سليم ومعاف، انت اخي اسنانك حلوه وما فيها جنس النخر، بس صفتها مو مضبوطه، قصيره ومسحوله، الستايل تحت لونها اصفر، ضرب على صفار ماشي، نحن هون تجميلي كامل، فهون انا بلجا للفيسنج او بلجا للقشور. انا هون بعيد تماما عن شيء اسمه سحب العصب، بعيد تماما عن الاجراءات الالميه، الاجراءات اللي انه بتكون شوي مثل ما نحن الاجراميه. عرفتي كيف؟ يعني السن سليم
ما فيه شيء، بس مجرد انه بيحتاج تجميل، ما في داعي يفوت واسحب عصبه وابرده، هذا اسمه اجرام، اجرام مجزره نظاميه. فبنرجع مثل التكليف فيسينج بجلسه واحده، طب بتاخذي نتيجه كثير بتجنن. وانه انا لا بردت ولا تعبت ولا خدرت وتكلفه بسيطه واخذت نتيجه حلوه، بس لبعدين هي الماده تتعرض للتصبغ، للتلون، للتصدع، عرفتي كيف؟ قد ما كان الطبيب شاطر وقد ما كانت المواد هي الماده نفسها طبيعتها ممتازه هيك. هي الماده بطبيعتها، الماده بطبيعتها بتتعرض مع مرور الزمن ماشي للتلون. هلا ممكن تمد معك، هلا انا بعطيها سقف 10 سنين. خلينا بس نحدد شو اسم الماده، نرجع نذكر اسمها. هلا انا ما بحب فوت بالتسميات العلميه، اسمها الكومبوزيت، قشور الكومبوزيت. او هلا انا يعني هيك شيء شاع اسمها الابتسامه الفوريه، يعني بتحصل عليها فورا، يعني في ناس بتسافر بتنزل يوم واحد بتاخذ بتحصل على ابتسامه وبتسافر، ما بتضطر تقعد جلسه واثنين واسبوع. صحيح. عرفتي كيف؟ فهذا احد الحلول اللي كثير حلوه، فلهيك ممكن هالحل انا بعد ما اقترحك ممكن يعجبك، تقولي لي ايه 8 سنين حلوين وانا هي قدرتي هلا ادفع هي التكلفه وانا ما بدي اتخدر وما بدي ابرد واوا، بجرب هالقصه. فلهيك هذا الفرق عن الفينير ايماكس او البورسلان هي او الفينيرز مثل ما بيطلقوا عليه، هلا هذاك فور لايف. يعني فور لايف يعني مو مدى الحياه، انما يعني هلا ما في شيء تقريبا يعني ما في شيء مدى الحياه، خلينا نكون يعني صادقين نحن، خلينا ما في شيء مدى الحياه، لكل شيء له عمر افتراضي. يعني اقصى عمر لعمليه التجميل هي 12 ل 15 سنه. عرفتي كيف؟ اقصى عمر، بعد هالعمر بدك تبدلي. اما ماده الايماكس حتى هي بتضل موجوده وهي، بس لازم تتبدل صحيا، لازم تتبدل. هذا الايماكس مصنوع من مواد قويه جدا، بتروح للمخبر، المخبر بيصنعها على مراحل، بتتعالج حراريا، بتيجي بتتركب. هي الماده هلا لها ايجابيات كثير حلوه. هي الماده خلينا نذكر العيوب، عيوب الفينير والايماكس اليوم شو هي بالضبط ولامتى ممكن تضل، او عيوبها ومخاطرها اكثر شيء. هلا عيوبها ومخاطرها، هلا العيوب والمخاطر ولو سريعا يعني في شق بيتعلق بالمريض، وفي شق بيتعلق بالطبيب. هلا الشق الشائع، الناس بتركب ابتسامه حلوه صارت مثل اسنانك بيضة، بيقول خلص يلا انا وصلت اللي بدي اياه، ببلش هو يتراجع، ما عاد لا عاد يعتني ولا عاد يفرشي. صحيح. ببلش يتجمع لك. هلا تجي لي الريحه بيقول لك في انا رفيقتي ركبت وعم يطلع لها ريحه. ماشي. هلا ممكن هي رفيقتك ما عم تكون تعتني او ما عم تكون تنظف. هلا قد ما كان انت، حتى قد ما كان كنت عنايتك، بدك تراجعيني كل ست شهور. ممكن يتجمع شيء بين الاسنان، ممكن شيء انت ما تكوني منتبهيت له. يعني انت وسطيا 15 ساعه باليوم، يعني اقصى حد انك تفرشي مرتين وتعتيني وهيك، بس في شيء انت ممكن ما تنتبهي له، ممكن يجمع جير او قلح. فهذا التشيك الدوري مفروض، والعنايه والصح هي شيء مفروض منه. ممكن شيء شق له يتعلق بالطبيب، هذا اخطاء طبيه، ممكن ما يكون في انطباق صح. ماشي. المسافات اللي بين الاسنان مو مضبوطه، فراغات، الانطباق الفينير مع اللسه مو مظبوط، فهون بتبلش تتجمع. هاي المشاكل كلها بالنهايه ورايحه للفشل. فهذا الشيء لحتى نحن يعني كمراجع نتلقى، فمعلش نحن انا مقبله على مشروع تجميل، لابد انه نتربى شوي، معلش انا بزور طبيب، لابد يعني معلش خمس دقائق اساله، دكتور انت شو اختصاصك؟ شو درجاتك العلميه؟ مين مثلا بدي اشتغل مثلا عمليه العلاج او عمليه التجميل؟ ممكن تتضمن زرع، ممكن تتضمن تقويم، تتضمن تجميل الايماكس، ممكن تتضمن تركيبات. فانا يعني ما في الطبيب اللي بيشتغل هذا كله سوا، اكيد بدي اساله مين الطبيب اللي بيشتغل هيك، مين الطبيب بستعرض يعني اختار، بحاول انا يعني نبحث عنه مع الطبيب المختص اللي هو الطبيب، يعني بحاول اختار صح ودور صح، مشان انه يعني مثل عم تقولي ما عندها من بعدين. اكيد. وهي هذا الشيء ما رح يتوقف هون، رح نحكي اكثر بمواضيع ثانيه بلقاءات اخرى. شكرا لوجودك معنا وعلى كل شيء قدمت لنا. شكرا لك. شكرا لك وعلى كل المعلومات الفيديه اللي قدمت لنا اياها.